لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لماذا؟ قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. معناها الفقه يورث صاحبه ماذا؟ تعظيم الله، خشية الله. الفقيه ما من شيء وما من أحد أعظم في نفسه من الله، لا الملك ولا الحاكم ولا المخابرات ولا أمريكا ولا إسرائيل ولا الدنيا ولا الجمهور ولا الناس ولا المذهب ولا الطائفة ولا شيء. الله، الله وحده أولا وآخرا، ويأتي العالم كله بعد الله تبارك وتعالى. ما يهمني، هكذا ينبغي أن يكون الفقيه، هذا هو الفقيه. واحد يقول لي والله مصيبة هذه، إذا هذا الفقيه قرآنيا، أنت تريد الفقيه الذي حدده كتاب الله، هو هذا الفقيه. أنا كنت بحسب الفقيه الذي يفتي في الحيض والنفاس والبيض واللعان والطلاق والأحوال الشخصية والإجارات والمزارعة والمقارضة والمضاربة وأحكام السير إلى آخره، الجهاد يعني والقتال. إيه هذا من الفقه، انتبهوا، هذا من الفقه، لكن هذا معنى ضيق من معاني الفقه. بلا شك هذا من الفقه، لكن إن جعلنا الفقه هذا وحده فقد نقلنا الفقه من دائرته المنداحة الوسيعة الخصبة المثمرة أيها الإخوة للخشية والتقى كما قلنا، والتعظيم والإجلال والمحبة والعشق والولاء والصدق والإخلاص وتحقيق النية وتشحيرها وتمحيضها لله. عدلنا عن كل هذا إلى معنى واحد ضيق لا يكاد يعود على صاحبه بكثير خير والله ولا على الناس.